سيدي، وصلتنا رسالة من مصدر مجهول، ممكن تجي تشوفيها؟ شو هي؟ كركوك، قرية تاشلي تيبي فخ. طلعوا فرقة الدعم لهنيك فورا. العدد أكتر من هيك بكتير. شو معناته هالحكي؟ سيد جوكشي، شو عم يصير؟ خلصت؟ ما في صوت، بس كأنه ما في حدا. الموقع هادئ أكتر من اللزوم، وهذا بخوفني. الاتصالات لساتها واقعة، وهي إشارة مانا منيحة. وزع رجال على المواقع والزوايا الاستراتيجية. ليك عمي، الجنود جايين. طمني يا خال، كيف الجرحى؟ إيدي نيز عملت لي عليها، بس بالشفاء إن شاء الله. إرجان سيدي، خلينا نشوف الجرحى. يلا. حاضر سيدي. أنا ما عندي كل الأدوات، بس قدرت على الأقل وقف المسيح. طيب خلينا نشوف شو فينا نعمل بالمواد. تعي. العمى. سيدي سيدي، يا ربي دخيلك. العمى. شوها؟ من أوجوز 1-8 حول. ما في إشارة. يلعن هالحالة، ما في إشارة. يا ربي دخيلك. هدول عددهم كتير كبير. يشار يشار يشار، اطلع من هنيك بسرعة. يلا اطلع بسرعة أوجوز. يشار العرض رح يبلش هلا، رح تشوفوا مين هو قائدكم. سيدي سيدي، هن جايين سيدي. سيدي 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 سيدي، في عدد كتير كبير من الإرهابيين جايين على ضيعة سيدي النقيب. سيدي سيدي، وكمان جايين من الشمال. عدد كبير كتير سيدي، وكمان جايين من الشرق، جايين من كل مكان.
فرقة أوغوز! اجتماع! الكل يجي لهون لعندي بسرعة! تحركوا يلا فوراً! فوراً أخواتي فوراً! رح نغطي كل مكان بهالضيعة، خليهم يوصلوا لعنا بس، انتبهوا يكونوا المدنيين بأمان. لأنه أولاً وآخراً الهدف المدنيين. نحن ما منقول أبداً أنه الأعداء بتاعنا، لأنه الجندي التركي ما بيخاف شو ما كان عددهم.